إخواني أخواتي، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا لاباس، حوالكم بخير، نسأل السلامة والصحة للجميع. إخواني أخواتي، راكم تشوفوا هذه الأيام راهي كثرة الصراعات بين المصريين والمشارقة، النص مع المغرب، النص مع الجزائر، والآخرين ينادون المصالحة والمحبة والأخوة. يعني صراحة ما يحدث بين الجزائر والمغرب في شمال أفريقيا يعني خرج من أيديهم، أصبح بيد الأجانب والمؤثرين الأجانب. يعني واحد يحذر من هنا، الآخر يرد عليه من هناك، ويجيبوا التفاصيل، وراك عارفين شنو الأهداف تاعهم، هي رفع المشاهدات. مثلا هذا محمود غريب، يعني على راه يهضر دائما في الفيسبوك لأنه يربح مشاهدات ويربح أموال كبيرة، يعني وعنده متابعين بالثلاث آلاف، 5000، 60000، ويستفز مغاربة ويهضر على ويدافع عن الجزائريين ويجيب له المشاهدات من طرفين. وكذلك اللي جايين مع المغاربة يستفز الجزائريين، ويعني ويجي مع المغاربة ثاني كيطلعوا له مشاهدات، هما رابحين في يعني هما رابحين في يعني في المشاهدات، يعني رابح حقيقي هم هؤلاء. أما في أزمة هذه يعني ولا رابح بين المغرب والجزائر، مغاربة والجزائريين، ولا واحد منهم رابح. المهم تبعوا شو يقولوا ثم نعلق. تابعوا إخواني أخوات، نعطيك نماذج، نعطيكم نماذج، تبعوا ثم نعلق. تابعوا يعني اتكلم وقال لك إن هو بيساند الجزائر في إنها تحتضن أمم أفريقيا 2025، وده طبعا ما عجبش كل الإعلام المغربي، ما عجبش كل بقى الموجودين اللي بيطلعوا يتكلموا وبيقولوا بقى الجزائر ومش الجزائر مش عاجبهم. فبيقول لك لا، ده الجزائر هتفرض عليها عقوبات. بص بقى التأليف بقى، الجزائر هتفرض عليها عقوبات عشان خاطر ما سمحتش للمغرب بالدخول. مش بس كده، لا، وهتقعد 10 سنين لن تحتضن اي بطوله افريقيه. جبتوا الكلام ده منين؟ جبتوا الكلام ده منين؟ ده رئيس الاتحاد الافريقي نفسه ورئيس الاتحاد الدولي شاهدين على كل اللي حصل. يعني كل اللي حصل، الجزائر ما منعتش انها المنتخب المغربي يشارك في البطوله ابدا. الجزائر سمحت له ووفرت له طرق كتيره جدا انه يخش الجزائر ويلعب البطوله، لكن منتخب المغرب والاتحاد المغربي كان لهم راي اخر، كانوا مصممين يمشوا رايهم اللي هم عارفينه مش هيتنفذوا. يعني كانوا مصممين يخشوا يلعبوا البطوله دي بانتصار مسبق، اما بفرض رايهم على الجزائر وفتح الاجواء الجزائريه للمنتخب المغربي. انا ناصر بوريطه في القمه العربيه تفاح المجال الجوي للطياره بتاعته، هقول لك ده لازم الجزائر تقدم دعوه لكل الدول المشاركه في القمه العربيه، وبالتالي انت قدمت له دعوه فاكيد هتفتح المجال الجوي ليه، لان انت ملزم وبتلزمك القمه العربيه ان انت تقدم دعوات وتفتح المجال الجوي، والا ما تحتضنش القمه العربيه. فعشان كده كانت الجزائر مقدمه دعوه، وراح ساعتها وزير العدل قدم دعوه للملك محمد السادس وبعت مكانه ناصر بوريطه، ولازم كان يتفتح المجال الجوي. لكن غير كده فانت بطوله رياضيه زي ما شاركت في وهران، فالمفروض تشارك بقى وتخش الطريق الرسمي من تونس او بخطوط غير الخطوط المغربيه. لكن انت صممت ان انت تخش بطائره مغربيه وكمان من الرباط لقسنطينه، وانت عارف ومتاكد ان هيتم رفض الطلب ده. ليه؟ وما تاخدش تنظيم بطوله امم افريقيا 2025. يعني تفكير صهيوني فعلا، تفكير صهيوني ان هم عاوزين يخلوا الجزائر ما تنظمش امم افريقيا 25. يعني كل الفيلم اللي معمول ده، كل الفيلم اللي عمله يعني رئيس الاتحاد المغربي، كان الغرض منه ان الجزائر ما تنظمش امم افريقيا 25 رغم ان هيتفرض على المغرب. المهم والكف وصل لهم الحقيقه، يلفوا كل المغرب والكل واحد كيف يوم من الايام يلوم موحى. شوفوا هذا المنافق هذا، تبع ويقول يا موحى انت غلط، ربنا بينصرني، يا شعب المغرب ربنا نصركم ونصرني معاكم. ايه هو اللي داعي انت، كي ربي ينصر فيك. تتبعوا تبعوا عاكل الفيفا تعاقب الجزائر. شو كفاية يجبدوا الدين يعني باش يضحكوا على العقول القطيع الشمال الافريقي. يا ودي والله العظيم عجب امركم، يعني لا يتبع فيهم هؤلاء، يعني سواء من جهة الجزائر ومن جهة المصريين، من جهة الجزائر ومن جهة المغرب، والله لا انتم اغبياء قطيع راهم يضحكوا عليكم. تابعوا. انا في انتظار تجمعات حضراتكم، وعايز الله يفتح يلف من العالم كله، يروح للمغرب ولتونس وللجزائر والليبيا ولكل حته تعرفوها، عشان الحق بيظهر. وكلام موحى اليتيم اللي انا ما بقتش يتيم لان اهلي كل الشعب المغربي، وانا لما بدافع عن المغرب في الحق، لما بدعم المغرب في الحق
يوتيوبر مغربي، ولا انا قاعد في المغرب، ولا ليا مصلحة مع المغرب ضد الجزائر. انا يعني على حمدي شجيع كامل، وانا مش جزائري قاعد في الجزائر اطبل زي المصريين اللي هناك للاسف، اللي مش بيقولوا كلمة الحق. خير يا موح، اللهم اجعله خير. انا عايز كل اللي موجود دلوقتي عشان الاشعارات تظهر لكل الناس، لايكات وكومنتات وشير، عشان تعرفوا العقوبة اللي رايحة للجزائر بقوة. مين اللي بيقول الكلام ده؟ موحة، وعلى مسؤولية الشخصية، عشان كل الجزائريين وكل حد جه على المغرب يعرفوا اللي يلعب مع النار هيتحرق، اللي يلعب مع المغرب هيتوجع. لكن انتوا ما صدقتوش كلامي. انا في انتظار تجمعات حضراتكم، مش هتكلم غير لما كل الالوفات تجمع، عشان كل حد شتمني وهاجمني. ويا موحة، انت جاي على الجزائر ليه ضد المغرب؟ انا دايما بقول كلمة الحق ودايما بصح. انتم على رقم تسقسوا الجاي على الجزائر ضد المغرب، يعني تحلوا فيه ولا كيفه؟ مصلحته مرتزقة، مازلتم عرفتوش مرتزقة يا اغبياء، يا اغبياء مازلتم ما تعرفوش مرتزقة ما معناتها مرتزقة. اقول الصدق ومش مهم اخسر مين. اتمنى اللايف ده يلف في اول ساعة كل المغرب، عشان كلكم تعرفوا ان موحة ربنا بينصره في الاخر. بابا وليت انت ما نعرفش تكون انت تنبي، انت كي ربي ينصرك. شوف النفاق، والأعجمي ذلك يصدقوا هذا المنافق، وخصوصا القطيع المغربي. يعني شافوا بلي هذا المنافق كان يضحك على القطيع الجزائري، من بعد كان انتقل ولا ذوك يضحك، يهضر نفس الكلام، ربي ناصرني وربي معايا وكذا وكذا. دوك كي انتقل للقطيع المغربي ولا يصدقوه. هاك شفتوا يا قطيع شمال افريقي غبي احمق، انتم احمقى اغبياء. يا قطعان يا بهايم، واش راكم تاكلوا نتوما يا قطعان شمال افريقيا؟ المهم شوفوا اخرين، تابعوا هذا المنافقين، هذو الزوج هذو ريمو وسيمو. اسرع مما توقعنا وبمراحل، كنا فاكرين القضيه هتقعد اطول من كده عشان يتقال فيها راي ويتخذ فيها قرار والفيفا يتخذ فيها قرار، بس زي ما قلنا وتوقعنا علشان صوت الحق يعلو ولا يعلو عليه، علشان صوت الحق يعلو ولا يعلو عليه. صوت الحق يعني هذو زعما كانوا يلعبوها زعما تاع المصالحة ومحبة والأخوة وبدون الصراعات. شوفوا الانحياز تاعهم، راه شوفوا المنافقين. شوفوا، ودي مش كلام انشا، ده كلام بنشوفه في حياتنا وفي كل موقف من المواقف. وعلشان صوت الحق بيعلو ولا يعلو عليه، زي ما توقعنا وزي ما قلنا حصل. هي المغرب أجبرت على عدم الحضور للشام في الجزائر، ولا المغرب ما كانتش عايزة تروح بطولة الشام في الجزائر؟ هو طلب المغرب كان طلب حق ولا ما كانش حق؟ النهاردة وبعد بيان فيفا، واللي هقوله لكم وهقراه لكم وهتشوفوه معايا هتعرفوا الحق كان فين. الحق كان فين؟ علشان الحق ما بيروحش، والكلام الصح ما بيروحش، واللي بيمشي صح طول عمره يلاقي كل شيء كويس. النهارده رد فيفا، واللي جه على لسان اماكو ملفان عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة قدم رفع اللقب وقال بصفتي عضو في أسرة كرة القدم العالمية وطرف مشارك في كرة. هقول لك وجهة نظري أنا في القضية. الراجل قال على عدم مشاركة في البطولة بعد رفض السلطات الجزائرية السماح للخطوط الجوية الملكة، وزي ما يقول لك الغرب يبدو فيها رأي، بس احنا لما اتكلمنا وحصل الموضوع بتاع بطولة كلها وشعبها اغلى ما يمكن على قلوبنا وقلوب كل العرب،
الشعب المغربي. طيب قلنا وجينا هنا واتكلمنا وقلنا لا، العقوبات من الممكن ان هي توقع على الجزائر لحرمان المغرب، لان انفانتينو وموتسيبي راحوا يحضروا قرعه كاس العالم. اخواني اخواتي، يكفي الى هذا الحد. راك تشوفوا النفاق تاعهم، يعني هذو مصريين وهذو مصريين وغيرهم، يعني راك تشوف النفاق تاعهم وين وصل، يعني راك تشوف النفاق تاعهم وين وصل. يعني هذو تأمنوا هما، هذو تأمنوا هما، يعني شيء غريب لما لو تأمنوهم. يعني هذو اللي خلوا مشاكل بلادهم، ويعني مشاكل واش يصرى في بلادهم ما يهضروش عليها، وليتي غير بالجزائر والمغرب. هنا تعرفوا بلي هادو منافقين مرتزقة، راهم يضحكوا عليكم، لكن لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. شوفوا اخواني اخواتي، هذا ثاني مصري يستغل اوضاع داخل الجزائر، شوفوا شو يدير هذا. ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ونفضل بكسب عشان تبقى هي الثاني قبل المباراة الثالثة في المجموعة. خلص يعني ما عجبنيش اي حد في المباراة، يعني في لعيبة كده في الماتشات اللي فاتت دي كلها كنا بنتفرج على في لعيبة. رحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. بنفضل دايما على لما بيكون بطولة وفي زحمة بيبعتوا المنتخب الاولمبي، بيبعتوا منتخب الشباب. المهم اخواني اخواتي، هذو المصريين يا إخواني أخواتي صراحة أمرهم عجيب. كان واحد آخر مصري آخر، كان بزاف بزاف جدي، واحد وش يهضر عليهم يعني، واحد وش يهضر عليهم يعني، واحد هذا المنافق، هذا كان هذا المنافق يعني اللي كان مع الجزائر ثم انقلب عليهم، هذا ثاني كان المنافق. المهم كاين منهم كثير هذو المنافقين هذو. المهم اخواني اخواتي، كان كيما هذا حمدي شجيع تكلم على الكره، وراك عارفين ثاني كهضر الموضوع هذا وعايروا موح الحراره، قالوا انت بتطبل. المهم كاين هذا محمود ابراهيم ثاني مطبل، ثاني كيطبل. ثاني كيطبل. محمود حجازي طبل كذلك. الغبي الأحمق هذا اللي حاط روحه صحافي. مواطن تبوني مغبون، قدم رسالة لعمه تبون. أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخير لباس عليكم. غبي الأحمق يعني، هذا الغبي الأحمق يعني يتكلم فقط يعني كلام لأجل في كلام فقط يعني. انا متعجب يعني كيف يسمعوا له المغاربه يعني، كيف يسمعوا له يعني، شيء عجيب يعني، والله شيء عجيب. سؤال يطرح، السؤال يطرح يا اخواني اخواتي، هو علاه هؤلاء المصريين ما يتكلمش على الوضع داخل مصر، الوضع داخل مصر يعني، والله لا شماتة، ولكن يعني كل قنوات تتكلم على الجزائر والمغرب ولا ما يتكلموش على الوضع داخل مصر. شوفوا إخواني أخواتي الوضع داخل مصر، داخل مصر ربي يكون في عونهم. ثم نعلق. البيضة البيضة والله والله ما كنت بجيبها ولا أعرف أطبخها، دلوقتي بجيبها من كتر القرف والناس الغلابة اللي بيأكلوا دولة، يأكلوا قش بعد كده يأكلوا مرسيم زي البهايم. اشترتيكي سمعها صوتا للناس، ده كده حرام، أقسم بالله العلي العظيم حرام، كده حرام 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 حرام.
لك نوع الكلاب. عفوا انتوا مش كلاب، انتوا اسياد، ده على راسنا يعني. بس اهو الباين على المعلم زي ما بيقول، الناس بتاكل فراخ حقيقي. يا ما اخزى، البصلايه بتستوي قبل الفرخه، البصلايه دي بتستوي قبل الفرخه، يعني الفرخه بتستوي كلها كماوي وكلها قرف، وتعذبنا وشفنا حياه سودة الصراحه ربنا، اقسم بالله. فكره تصل بينا الحالي لك. بجيب اي حاجه تانية غير الفراخ وغير اللحمه، كل حاجه غاليه، كل حاجه مولعه، نعمل ايه؟ نعيش ازاي؟ انا اخشى ان احنا نوصل لمرحله ما نعيش فيها فلوس. انا شغال في كام محل كذا من زمان، لما باخد 700 جنيه في الشهر، ال 700 جنيه اتفضلوا منهم ايه؟ ان انا نجيب منهم فراخ ولا لحمه؟ ما بناكلش لحمه، بنضطر نجيبها هيك. القادم ليس افضل، الكلام ده يمكن مش احنا اللي قلناه كمان، ده اللي قالوه هم واصحابهم المعلميه واكدوا عليه، القادم اصعب. يعني الحاله اللي انتوا شايفينها دي حاله تحض على الاكتئاب، الواحد مش ناقص يعني. بص حواليك السوق عامل ازاي؟ ارتفاع اسعار بطريقه جنونيه، يعني مش بطريقه، يعني مش بطريقه ازاي؟ انما التاني وانت ما تبقاش عايزه يجي. خلاص تعبنا تعبنا يا استاذ عماد. كيلو الفراخ النهارده يا استاذ عماد ب 65 جنيه. كيلو الفراخ النهارده ب 65 يا استاذ عماد. النهارده احنا تعبنا وزهقنا. احنا هنعمل ايه؟ انا جزء خد يا ادي يا استاذ عماد، احنا لما نتغدى يا استاذ عماد عيش الغلابه يا استاذ عماد على راسنا يعني. بس اهو البيان على المعلم زي ما واي شعوب واي جيوب ياكل حاجتين، ما هو الحاجتين دول مهمين. مش يعني ازاي اتعاطى معاها؟ اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة إخواننا، وربي يفرج عليهم. وفي أمور كما هذه، أزمات كما هذه تصيب كل الشعوب، ولكن السيسي دمرهم، دمر مصر ودمر أهلها، ورا يبيع في مصر شبر شبر وذراع ذراع وخطو يعني ومتر ومتر يعني. ويا للأسف الشعب المصري يعني يرى في حالة صعبة. السؤال الذي يطرح يعني على هؤلاء يوتيوبرز مصريين، انا ما يتكلموش امور تعني بلادهم، تتكلم عن الاسعار ويقولوا كلمه حق، لا 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 يتكلموش في هذا الامر. هم شغلهم شاغل الجزائر والجزائر والمغرب فقط، يعني استغلال الوضع في الجزائر والمغرب لرفع المشاهدات، هذا ما يهمهم. المهم اخواني اخواتي، هؤلاء مرتزقه راهم يستغلون في الوضع داخل الجزائر والمغرب. يجب على الناس تفيق وتحذر. نعطيكم كلمة أخيرة وفكروا فيها مليح إخواني أخواتي، هذه صراعات في الرياضة وصراعات في السياسة، وشوف وين وصلت الأمور. السؤال الذي يطرح، لو لا قدر الله يعني إذا كانت حروب، يعني هذه صراعات سياسية وفي الرياضة، والناس دخلت والدول دخلت ولا يشعلوا في النار. يعني لو كانت صراعات عسكرية لا قدر الله والعياذ بالله، يعني تدخل كل دول، ويعني شمال إفريقيا ستكون نار، وستسيل دماء شعوب شمال إفريقيا، وسيدفعون الثمن هم شعوب شمال إفريقيا، وتكون مصير شمال إفريقيا بين أيدي دول كما حصل في ليبيا. أصبحت الدول مع جهة ودول مع جهة، والحروب مستمرة بين أبناء وطن واحد. يعني أمر خطير، أمر خطير. احذروا 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 من خطة إشعال الحرب في شمال إفريقيا، احذروا إشعال حرب في شمال إفريقيا وتحريك الأفارقة يعني، وإعطائها يعني للأفارقة. شمال إفريقيا يحذر لها بأن تشعل حرب وتضعاف الدول شمال إفريقيا، وإدخال الأفارقة كعنصر جديد، وإعطاء قوانين جديدة لترسيم وجود الأفارقة في الدول، وإعطائهم العقارات وإعطائهم كل شيء، ويكون الشمال الإفريقي هو العبد والإفريقي هو السيد. هذه هي الحقيقة. احذروا من الألاعيب اللي يقول لك الجزائر عدو، واحد يقول لك العكس. الشعوب شمال إفريقيا كلنا واحد، لكن الخطر واحد راه يتهددنا، راه يأتينا من الجنوب. احذروه احذروه. والمغرب شعب مغربي ملككم هو راه يجيب فيهم أفارقة، راه يجيب فيهم هو اللي راه يجيب فيهم، هو راه يستبدل في المغاربة بالأفارقة. يعني العدو بينكم وليس الجزائر. أنا هذا الشيء اللي قلته لكم. السلام عليكم إخواني أخواتي.